مصممة ملابس أساسا سينما ومسرح، بس أحيانا بعمل حاجات شغل أزياء. إحنا هنا هو أصلا ده برنامج توعية وترميم للمنابر اللي اتسرقت في المماليك، وأنا المنبر اللي أنا اخترته هو منبر المريداني لأنه ده أكتر واحد أنا شفته كان مسروق تماما، يعني كان الحشو بتاعه كله تقريبا متاخد. فأنا كنت عايزة أعبر عن السرقة دي في التصميم بتاعي، فاخترت إن أنا أعمل تصميم في الفراغات دي والأشكال حواليها. فعملت حاجة بالليزر كاتينج، عملت فيست كده جلد طبيعي، وكانت الفكرة الأساسية إن أنا هاخد حتة من التصميم وهقصقصها من جوه، فهيبقى كأنها فكرة السرقة، يعني فكرة شكل المنبر اللي اتسرق. بالنسبة للليزر كاتينج هو في مصر محدود شوية، الأقمشة ممكن تتحرق، فأنا اخترت حاجة مضمونة زي الجلد، الجلد الطبيعي مش بيتحرق من الموضوع ده. خد مثلا أسبوعين عشان أوصل لتصميم نهائي، بعد كده خدت أسبوع عشان أعمل الباترون بتاع يعني القماش، وبعدين أسبوع كمان تنفيذ. هي الفيست اللي هو بالدرابي ده، الياقة الدرابي، أنا لابسة حاجة ياقة درابي اوريدي، دي حاجة مودرن بس فيها تاتش اللي هو الانسبيريشن أو الإلهام بتاع المنابر، وفيها حاجة فيري يعني حاجة مختلفة جدا. فكشيب كشكل هي قطعة مودرن للست تلبسها، يعني فوق قميص فوق تي شيرت فوق أي حاجة.